السلام عليكم. وجود معجزة عجيبة في الجزيرة العربية، معجزات الخالق تحير العلماء. في جزيرة مدغشقر عثر العلماء على شجرة عجيبة، فهي تحمل حوالي 24 ورقة تجعلها مظلة لإنقاذ من يسير في قلب الصحراء شديدة الحرارة. يمكن أن يهلك فيها الإنسان إذا لم يجد فرصة للراحة في هذا الظل. والعجيب أن كل ورقة من أوراق تلك الشجرة تحمل نباتا يشبه زجاجة المياه، وفيها حوالي لترا من الماء الصافي. وعندما يكون المسافرون على وشك الهلاك بسبب الحر والعطش، فإنهم يجدون الظل والماء، وبعد فترة تعود نباتات الماء إلى الزهور من جديد، ولا يجد الإنسان تعليقا أو تفسيرا إلا أن يقول سبحان الله. وهناك أشجار عجيبة، عندما تنقطع الأمطار ويعاني الناس والحيوان والنبات من الجفاف، تبدو هذه الأشجار ميتة، ولكن بمجرد أن يجرحها شخص بسكين ينسكب منها لبن أبيض فيه حلاوة، فيشرب منها العطشان ويجد فيها إنقاذا لحياته. وحين اهتم العلماء بأمر هذه الأشجار وقاموا بتحليل هذا اللبن، وجدوا أنه يحتوي على عناصر غذائية كافية للإنسان. وفي الجزيرة العربية تنمو أشجار الأراك التي يأخذ منها المسلمون السواك. وفي الحديث الشريف أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمون باستعمال السواك، وقال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يدرك أحد الحكمة في ذلك إلى أن قام العلماء في أوروبا بتحليل السواك، فاكتشفوا أنه يحتوي على مواد مطهرة للفم وتعالج تقرحات اللسان. واليوم توجد في الصيدليات وفي الدول الأوروبية أصنافا من معجون الأسنان من السواك. وفي الكون أكثر من نصف مليون صنف من النباتات مختلفة في الألوان والأشكال والحجم والطعم، فمنها الحلو ومنها المر ومنها المالح، وكلها تسقى بماء واحد. وفي الكون أيضا أنواع من الحيوانات والطيور تفوق الحصر، موزعة في أنحاء الأرض في منتهى الدقة. ففي المناطق الاستوائية الحارة الغزيرة المطر طوال العام تنمو الغابات، وتعيش فيها حيوانات مثل القردة والزواحف والسلحفاة وأسراب من الطيور. وعلى أطراف هذه الغابات الاستوائية يكون الصيف حارا والشتاء دافئا، وتعيش فيها أنواع أخرى من الحيوانات تناسبها هذه الأجواء مثل الفيلة والنمور. أقاليم المراعي الحارة، فالبيئة صالحة لجماعات الجاموس الوحشي والزراف والحمار الوحشي والقطط البرية، وتعيش عليها الغزلان والأبقار. وفي المناطق التي تقل فيها الأمطار وفي الصحاري الحارة، فهي صالحة لحياة الإبل والأغنام. هل يحدث كل ذلك بالمصادفة؟ أم أن وراء ذلك حكمة وتدبير دقيق يفوق تدبير البشر؟ أليس ذلك دليلا على قدرة الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وقدره؟ ولم يدرك العلماء الحقائق العلمية في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ولم يدركوا كيف تكون الجبال أوتادا إلى أن اكتشفوا أن القشرة الأرضية الصلبة سمكها 5 كيلومترات وتحتها صخور.